حضراتكم في آخر فقرة، والفقرة دي هنتكلم فيها عن رياضة يعني بيقولوا مش واخدة حقها، ولكن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أكدت على دعمها ودعمها تحديدا للرياضة دي، وهي اسمها رياضة صعبة شوية، اسمها جو جيستو. صح كده، هي اسلوب من اساليب الدفاع عن النفس، وما بتعتمدش على هنا على استخدام الاسلحه، لكن الاعتماد بيكون على اسلوب شل حركه الخصم. هنعرف كل التفاصيل. خلينا نرحب بس بالدكتور وليد الكاشف، رئيس اتحاد الجو جيستو اللي هو تحت التاسيس. صباح الفل. صباح الخير واهلا وسهلا بيكم. طبعا بحضرتك. اولا بس احب ان انا يعني انوه ان يعني نهني الامه الاسلاميه والشعب المصري حضراتكم بالمولد النبوي الشريف بكره ان شاء الله، ودي مناسبه حلوه اللي احنا موجودين مع حضراتكم، واتحادنا اللي كان قبل النهارده كان اتحاد شهيد، دلوقتي بوجودنا في المنبر الاعلامي المحترم هيكون ليه شان ان شاء الله. سعداء بوجود حضرتك معانا، منورنا وصباح الفل عليك. وزي ما هواد بتقول يعني يقال ان الرياضه دي برضو، وطبعا دي حقيقه الى حد كبير الحقيقه، فكره ان هي مش واخده حقها قوي، فبالتالي مش كل الناس تعرف عنها او عن تفاصيلها. فرصه بقى طبعا بوجود حضرتك معانا تعرفنا اكتر عن الرياضه دي، عن تفاصيلها، عن قوانينها، النوع ده من الامور. هي بالفعل هي رياضه دفاع النفس، فيها مجموعه من الفنون القتاليه زي الكاراتيه زي الكونغفو زي الجودو زي المصارعه، في كوكتيل جميل كده مخلي الرياضه دي ليها تميز انها ما فيهاش اصابات. يعني الرياضه بتاعتنا انها يعني بنتفق فيها ان احنا مجرد ان اللاعب اللي هو اتثبت خلاص عن طريق الخنقه او الكسر، طبعا ما بيحصلش ولا خنقه ولا كسر، مجرد ان هو امتلك اللاعب اللي فوق اللاعب الاخر اللي هينهزم، مجرد ان هو بيخبط على جسم اللاعب خلاص بينتهي المباراه بفوز اللاعب اللي هو حصل شل حركه اللاعب الاخر. ودي اللي ميزتها عن باقي الالعاب الدفاع عن النفس، انها ما فيهاش اصابات، يعني احنا عندنا زيرو اصابات الا طبعا اذا كان في التدريبات اصابات. واكيد نسبه الالم برضو طالما الموضوع بالكامل احنا مجرد ان هو شل الحركه مجرد فقط دون شل حر مجرد ان هو شل حركته ماشي خلاص هو امتلكه، فبالتالي مجرد ان هو بيعمل كده على جسم اللاعب وده الحكم طبعا بيكون جنبيهم، مجرد ان هو لمس اللاعب خلاص اللاعب اللي فوقيه خلاص بينهي خلاص المباراه بفوزه. ودي يعني عشان دي لعبه اولها سلام واخرها سلام، هي طبعا نشاتها كانت في الساموراي في اليابان، وبعدين خدتها البرازيل، وفي 37 اتحاد اهلي في افريقيا، و35 اتحاد اهلي في اسيا، 9 اتحاد اهليه في اوروبا، امريكا الشماليه فيها 6 اتحادات، امريكا الجنوبيه فيها 9. والجديد والجميل اللي هو موجود في اللعبه دي ان بدات تبقى حصه رسميه في بعض من الدول العربيه زي الامارات زي الاردن زي الكويت زي السعوديه، حصه مكان حصه التربيه الرياضيه، بقت حصه الجيتسو حته رسميه في المدارس. مش كده وبس، كمان بقى في الجيش الاماراتي والجيش الكويتي، وبقت زي ما كان الاول بيبقى في تدريب او وحده تدريبيه للكاراتيه او للكونغفو او كده، بقت دلوقتي الوحده التدريبيه الرئيسيه هي الجيتسو. ليه الجيتسو؟ انها بتنمي الذكاء، طبعا عناصر اللياقه البدنيه موجوده طبعا في كل الالعاب، انما دي زياده عنها انها بتنمي مقاتل وفي نفس الوقت عنده سلام. يعني ازاي يقدر ان هو يشل حركه الخصم وفي نفس الوقت يقدر ان هو يحافظ عليه، ودي طبعا اللي فرقت عن باقي الالعاب الاخرى يعني.